برضك القوس الجنوبي والشرقي والشمالي اللي هم دلوقتي خلصوا بالكامل، مفيش اي، لو حضرتك حتى شفت الميكروباص اللي بيتحرك ده على اقصى اليمين هتلاقي الست حارات او السبع حارات الناحيه الثانيه فاضيين والطريق ماشي كويس جدا. القوس الجنوبي الغربي اللي هو من الاوتوستراد المعادي وحتى زي ما قلت لحضرتك المريوطيه، ده اللي جاري فيه التوسعه دلوقتي، وان شاء الله تباعا بيدخل الخدمه، كل جزء اللي بيخلص توسعه بيترصف ويدخل الخدمه، وان شاء الله باذن الله اهالينا في يناير القادم مش هيحسوا باي، يعني حتى واحنا بنكمل بقى السطحيه وبنظبط النيوجيرسي وبنكمل محطات البي ار تي، خلاص هيكون الطريق بقى فيه ست حارات مفتوحين يمين وشمال، مش هيبقى فيه اي مشكله خالص. ممكن يكون في حاره مشغوله بالميكروباصات اللي بتقف بشكل عشوائي دلوقتي مؤقتا لحين انشاء محطات البي ار تي، كل الميكروباصات ده تبقى موجوده تحت، وهنعمل لها مواقف مخططه في كل المناطق، في منطقه المرج والخصوص واسكندريه الزراعي واسكندريه الصحراوي، كل المناطق اللي فيها تقاطعات طرق مهمه او مناطق سكانيه مكتظه بالسكان هيبقى فيها موقفين، واحد داخل الدائري وواحد خارج الدائري عشان الميكروباص ينقل اهالينا من مناطق. فكل ده هيبقى في ظرف شهرين ثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله.